استاذ بهاء، قرات يمكن عن اوبريت ناصر ابو جرايد امس، كتب الاستاذ داود الغنام وانا راح اخرجه وراح نسجل بسبوزوم. حلو. ما تتذكر ناصر ابو جرايد اللي بال بومو البروم؟ لا اتذكر ناصر ابو جرايد، يعني ناصر هو كان ملتقى يعني اغلب الفنانين المثقفين، هو لحد الان موجود ولحد الان يعني حتى الصحفيين الصحيفه اللي واحد يبحث عنها انه العدد المفقود هو ملتقى يعني حقيقه زيان. اصبح ثيمه، مو اصبح رجل يبيع جرايد، لا اصبح علامه او سيارة. لانه علامه احنا راح نسوي عليه العمل، بس انا اريدك تحكي لي عن شخصيته، يعني ساعدني بوصف الشخصيه. حقيقه هو رجل يعني ينتمي بشكل وباخر الى الصحافه، وحتى على فكره مارس العمل الصحفي، محب، ما يتعامل مع المهنه مالته، هادئ بماديه، هو هادئ. نعم. صوته من يتحدث يعني برود له شنو يعني، ما اريد هاي يعني ربما الناس اللي عايشوه يتحدثون افضل من عندي بهذا الخصوص، بس انا اريد اشير انه هاي الشراكه بين هشام شبر وداود الغنام اثمرت بيوم من الايام باوبريت عايده، اتمنى تثمر بشكل اخر وبشكل جميل بناصر ابو الجرايد. شكرا استاذ، اشكرك في امان الله. سلام.